وقول السلف أمروها كما جاءت يعني آيات وأحاديث الصفات، لا يعنون أمروها بلا فهم. السلف يفهمون وهم أهل العربية وأساتذتها. نحن اليوم نحتاج للمعاجم ونحتاج للنظر في كتب اللغة ونحتاج، وقد لا نفهم، لكن هم رضي الله تعالى عنهم يفهمون. الأعرابي قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وبحار ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ وين تخرج هذا الأعرابي؟ في أي جامعة؟ أخذ دورة في، فهم أهل اللغة والفصاحة. ولما سمع الأعرابي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والله غفور رحيم، قالوا أخطأت. قال لأنه لو غفر فرحم ما قطع، والله عزيز حكيم. وهم يفهمون على الصليقة. نحن اليوم نحتاج ونحتاج، أسأل الله أن يفهمنا وإياكم. كان شيخنا الألباني يقول فائدة جميلة: قد يغني بعضنا ضعفه في اللغة فهم السلف. إذا اتبعت فهم السلف في الآيات وفي الأحاديث وفي الاستدلال فقد يغنيك ذلك عن كثير من المعاني. قلنا شيخنا بن عثيمين بيّن أن الحديث أن لله 99 اسما لا يفيد الحصر، لأن لو أنه أراد لقال أن الله له 9، أو أن أسماء الله 99. شيخنا بن عثيمين بحر في اللغة وإمام رحمة الله تعالى عليه، قال فنثبت الصفة التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. كان يحلف والذي نفسي بيده عليه الصلاة والسلام، يثبت لله صفة اليد جل وعلا كما يليق بعظمته سبحانه وتعالى، ولا نكيف ذلك. ثم يضرب شيخنا مثالا فنقول سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، لا، لأننا لا نتأول ذلك فنقول السمع والبصر هما العلم، فيصبح تعطيلا كأولئك القوم الذين يؤولون. قلت لمن فاته الكلام، لو أردنا تطبيق قاعدة الإمام مالك في صفة السمع لقلنا السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. أي صفة قرر هذه القاعدة في وجدانك، لأن الإيمان 5 نونات كما ذكرنا في الدرس الماضي، منها اعتقاد بالجنان. هذا الجنان القلب والفؤاد يجب أن ينزه عن التشبيه وعن التمثيل، فيكون ذلك سبيل النجاة بإذن رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا كلام ينقله شيخنا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فصف لي الذات أصف لك الصفات. كلام جميل جليل مختصر ذو معاني كثيرة، صف لي الذات لأصف لك الصفات. لا يعرف ذاته سبحانه وتعالى إلا هو، فوصف نفسه بما يليق به جل وعلا، ووصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء شيخنا إلى بيان معنى التأويل، قال والتأويل هو إخراج النص عن ظاهره إلى معنى لا يتبادر إلى الذهن أولا. اليهود قولوا حطة، قالوا حنطة، حبة بشعيرة. لذلك يذكر ابن القيم في نونيته حال اليهود والمشبهين، فأولئك أرادوا التنزيه فوقعوا في التشبيه ووقعوا في التعطيل. هذا إيش معنى التأويل. ثم قال ثم لا يوجد قرينة علمية تضطرنا إلى أن نلجأ إليه ثانيا،
والتأويل أخو التعطيل، من أول عطله، يعني يخرج المعنى لهذه الصفة عما يتبادر إلى الذهن. اليد يد تليق بالله وجلاله، نحن الآن 30 كل منا يده تختلف عن الآخر قوة وحجما، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولا يجوز استعمال ألفاظ لم ترد في الشرع، فنحن لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه. أجل، هذا الواجب لا تأتي. لذلك بعض العوام يأتون بأشياء وأوصاف، يقول لك ما الله هو الساتر، لكن هو الستير، من معاني الستير، لكن لا يجوز لك أن تصف بذلك، وهلم جر. فالصفة تشتق من اسم من أسماء الله أو بما دل عليه بعض أفعاله، وكل ذلك توقيفيا بنصوص الوحيين كتابا وسنة. والمتأولون يقول شيخنا نظروا إلى رب العالمين نظرتهم إلى خلقه، فكما أن الإنسان يوصف بالحركة قالوا إنه من الضروري ألا نصف الله بما وصف به نفسه. هذا يسميه أهل العلم بمسميات أخرى، ملزوم الصفة أو لازم الصفة والقدر المشترك. أولئك القوم الذين أشرت إليهم يقولون لا نثبت النزول، النزول منه دنو، منه حركة، هذا الدنو وهذه الحركة وهذه المحبة فيها ميل قلبي تشبه صفة المخلوق. طب والذي أثبت من خلاله السمع والبصر والعلم، بماذا أثبت؟ بالطريقة نفسها التي أثبت هذه الصفات 7 أو 9 أو 15 على الأكثر، أثبت باقي الصفات. فهم القدر المشترك بين المخلوق والخالق في الصفة ولازم الصفة جعلهم لا يثبتون وينفون ويعطلون، لأن في القلوب وفي العقول عفن. أما نحن والحمد لله نثبت محبة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، يحبهم ويحبونه، ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، وهكذا بكل جمال وبكل كمال وبكل اطمئنان وراحة بال. فهذا يعني لازم الصفة والقدر المشترك، وأن ذلك يدخل في مشابهة الخالق للمخلوق من حركات وتغير وشاء وما شابه. قال شيخنا فهذا الذي اضطرهم إلى تأويل الصفات، وهو ممنوع ومذموم. ولا شك عند العاقل أنه إذا نظر إلى هذا السبب الذي حملهم إلى التأويل ليتبين له بأنه سبب من أضعف الأسباب، بل هو سبب باطل. ذلك لأن لازم هذا السبب هو ما دام أن البشر يتحركون فلا يجوز أن نصف الله بأنه يتحرك، وما دام أن البشر يجيئون فلا يجوز أن نصف الله بأنه يجيء، وهو باطل بلا شك. ثم قال الشيخ، يعني يرد على هذه الفرقة المنحرفة والمبتدعة والمتأولة، قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله سبحانه وتعالى، فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول التأويل والهدم فأنكروها، ويستدلوا على ذلك بقوله ليس كمثله شيء. انظر، لكن تتمة الآية تبين جهلهم وترد عليهم، وهو السميع البصير. فقد جمعت الآية بين التنزيه والإثبات، نزهت الله عن مماثلة خلقه ومشابهتهم، ثم أثبتت له صفة السمع والبصر، وهذه الآية حجة عليهم لا لهم. ثم قال شيخنا فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله سبحانه وتعالى
عن مشابهته للحوادث دون تعطيل أو تأويل، وأن يثبت لله عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه، طبعا الحديث المقبول والصحيح الثابت دون تمثيل. وهذا هو مذهب السلف، ولا خلاف بين المسلمين جميعا أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، ثم خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. فالله جل وعلا اسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق كلهم سبحانه وتعالى.